السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة مع بداية السيزون بس الخامس، السيزون الخامس بلش إن شاء الله. طبعا أنا هلق أول مرة أفتحه، طبعا تأخرت شوي لأن كان عندي نومة، وبعد ما نمت في عندي كم شغلة قضيتها. المهم اجيت قلت خليني افتحها، ويكون اول ما افتحها يكون معكم ومشغل الكاميرا اهم شيء. كنت افكر اعمل بث مباشر بعدين غيرت رايي عشان اكون صريح معكم، لانه في امبارح عملت البث ما حد اجى، والله بشي زعل له. معقول ما تجوا تحضروا البث؟ معقول؟ المهم على كل حال، اذا امبارح انت ما حضرت الحدث وبدك تحضره، موجوده تحت بصندوق الوصف اول رابط، موجود رابط قناتي الثانيه، ممكن تضغط عليه وبتروح تفرجيني انك شفته ولا ما شفته. ولا تنسى طبعا تحط لايك وتعلق. طبعا هيك انا ما عملت له نشر واشعارات للناس اللي متابعتني هذيك القناه، وبنفس الوقت كمان ما حط. المهم الزبده روحوا هناك شوفوه، اعملوا لي لايك وخلينا نوصل 50 مشاهده لهذاك الفيديو، لان ما عملت له نشر اشعارات للمتابعين. وهلا خلينا نشوف ايش صار. شوفوا هلا اول شيء في عنا كم شخصيه، في عنا 6 شخصيات، ما انتبهت لانه كنت ملتهي الحديث. المهم لا بث لا بث لا بث. طبعا هون القناه شوفوها ان شاء الله، هذا فيديو اخر في شيء راح ينزل عن فورتنايت مستقبلا، راح تشوفوا الفيديوهات كلها راح تنزل على القناه الثانيه. بس هون انا حبيت اذكركم استخدام الكود S70، اذا كنت مالك مستخدمه يا ريت انك تستخدمه، واذا استخدمته شكرا لك، وارجو انك تبعث لي على الانستغرام او على الفيسبوك او على تويتر وين ما تحب حتى شارك هذا الشيء مع القصه تبعيتي. وهلا خلينا نشوف ايش صاير هون. شوفوا اول شيء خلينا نحط السماعات، لان اكيد راح يكون في موسيقى اول ما راح نفوت، تمام؟ فنعمل باتل باس، انتو شيء خفافي. شوفوا 1 2 3 4 5 6 7. شوفي عندك شخصية البنت الحمراء حلوة، وهذا ابو السطل العسل حلو، الباقي مو شي زيادة. ها هلا نصاني تبع التيرانيين مبين عليه دي صوت. لا 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 صوت ما في. طيب بسيطة، نرجع من عيد المقدمة. من الواضح انه نحن ضيعنا اكمل مسار بكري. طيب هلا نشوفوا، احكي لكم شغلة جدا مهمة. انا قطعتها لان كنت الصوت مطفي، تمام؟ ليس في وجود، كنت اجمع اعظم الصيادين عبر جميع الازمنه. حلو، بدات بالافضل. تكلف الامر جهدا كثيرا لاقناع ماندو، هكذا تسير الامور. مين هذا ماندو؟ الخطه فوضى خالصه. واو، لن يزرعها احد افضل منهم. حلو، في اسمع فيون سنايبر. رجعوا اعظم مصارع في الواقع، الرجل لم يهزم ابدا. رجعوا البوم. حلو، مانكيك فطيرة معدة على شواية من الغضب. واو، تعلم محارب بربري متغير الشكل. نايس، متغير الشكل عنده له أكثر من نمط. باستكشافهم للجزيرة يكون لديهم نتائج لتسويتها ومكافآت لجمعها، بينما نستعد للمرحلة التالية، ونحن بدأنا للتو. لا قوية. بدأ الصيد للتو. ايش هاد؟ صار رفت تستخدمه بدل ما كرك تستخدمه، صار مثل ضربة. نايس. شوفوا أول إشي شفته أعجبني، أول إشي في أسلحة كتير حلوة رجعوها، أهم شيء رجعوا الكومباكت، مو الكومباكت عفوا، التكتيكال البنفسجي، هذا أهم سلاح صراحة. هلا ما يطلع، بس ما يطلع بعدين أزرق أو أخضر أو لون ثاني. المهم هلا فوق شوفوا وش في عنا هون، في عنا أول شيء طاقم، انضم شهريا إلى الطاقم اللي هو راح يعطيك سكنات أو مثل اشتراك، امتلك دائما بطاقة المعركة الحالية إنها ملكك. هذا الشخص حصل على زي جالاكسي زي نمط اسمه فأس وحصريا. ايوه اشتريته انا بدل ما اشتري البتل باس، ممكن اعمل انه هذا مثل اشتراك تشمل بطاقه المعركه، يعني هذا بدل اشتريه باخذ السكن وباخذ بطاقه المعركه. هذا مو مشتري بتل باس، ممكن انه يشتري شيء حلو جدا صراحه. شروط الاشتراك، في ايش في عندنا هون؟ قبل اول شيء خلني قبل ما نستعرض بس نشوف ايش في هون شغلات. هو مخفيات لسه مو واضح عنا شيء ابدا. هون في عنا حلو هذا القرن، هذا شكله شيء 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 ذهبي، طلع شكل من عليه. اشتري بقات المعركة المهمة أنا فيه. في عنا هذا السكن، أو يعني جميل. هو موسيقى بعدين بنحملها نشوف ايش هي. والله سكن كنت مفكره حلو، مو كتير. تمام بنكمل، في عنا هون هاي سكن لا بأس فيه، والله والله سكنات ما كتير. بس شوفوا رح احكيلكم شغلة جدا مهمة، إنه بعد ما خلص تبع مارفل، اوه في شغلات حلوة. نايس، حلو هاي 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 مثل انيميشن. بعد ما خلصت سلسلة رافل بتوقع انه راح تتحسن اللعبة بشكل جدا كبير، اتوقع ذلك. حلو، في عنا هون شخصية، في عنا هاي شخصية التيرمية اكيد حتما. هون في عنا شيء مجهول مش عارف عينينه. ايوه هاي التيرمية. لا حبيبي نرجع قبل ما نروح التيرمية، خلينا نروح نشتري البيت الباس. وينه؟ طبعا قبل ما نشتري البيت الباس بتروح انت هون على المتجر، اول اشي على المتجر، تمام؟ بعد ما تروح على المتجر بتنزل هون
تكتبه تكتب S70 تمام، تأكد هذا الاشي لانه هذا الاشي اذا اشتريته راح يعطيك يعني ينطيك ليفلات اكثر تمام، فانت لازم يكون مركز بهذا الاشي. طب اول شيء خلينا نروح نشتري البطاقات هون 25 كاتبين تبعت عن حزبة 25 يمكن كالان اضافتها ما بعرف ايش الموضوع، فراح نشتري ال 950 ما راح اشترك انا الشهري لانه ماني مصلح بالاشتراك الشهري من كتر المتابعين. اوه هون من هون نقدر ناكد شراء من هون تاكد واضافه 25 ليفل تمام يا شباب 25 ليفل هاي وشغله ثاني شغله ما تنسى تستخدم كود S70 لان هذا كثير راح يعطيك شلون شوف انا راح اوه 25 ليفل بسرعه يا شوفوا اول شيء اخذنا السكن جميل جدا معي شنطه الظهر تبعتي شيء بومباستيك هون كتاب ما بعرف شو قلبه هاي الغنيه ما بعرف هاي بكره بنشوف اسمها هون بخاخ حلو هون في عنا صورة مع مسدسين اوه في مسدسات حلوة تمام هذا السمايل ماشي حاله طيارة انا ما بحبس طيارات لان انا طيارة بالذات بالاساس هون ما في شي حلو ماشي كتير شنطة الظهر ولا هي طيارة هي انا الجلايدر ما عم بحطها مو الجلايدر هي شنطة الظهر ما عم بحطها ولا الجلايدر هي ولا هي الجمبات ما عم بحطها بس حلوة هي تحية الله ما تروح بحط طرف التحية إذا واحد هيك حبيته تشا 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 اوه هذا سكن جميل مو كتير يعني ها ماشي حاله هون تحديات ما عشنا هون ايش في عنا هدول جماعة الامريكيين هيك بيشيلوا التسجلة وبيرقدوا فيها بالشارع حلو هون عندك البيكاكس هذا مثل تبع سوزن 2 هيك بضل يحب يضبط كرب تشرط تشرط المهم في عنا هون جلايدر اوكي جميل يعني ماشي حالها هون عنا هاي ما بتهمنا والله شكله كله على الشخصية ايش قصة اليوم هاي نفس الشيء بس من غير لون ليش يعني غير لون يعني مسوي لها اثنين يعني دول ثلاثة غير لون بس عنا هون لون العسل اوه هذا من والله بينته حلو طلع شلون وليك العسل شلون عم بيسيل حلو والله والله حلو بارودة مع سكينة مع عسل مع شرطاير يعني بيككس خرافية هاي حلو اعطاني 300 في بوكس خلصوا بس كده هذا هو 26 ليفل بس هيك يا زلمه فكرنا اكثر من هيك حلو والله ما في عندنا غير الطياره ما في شيء شكله العسل راح يكون اغلى شيء بالماب هاي مثل الذهب يعني كتل تبعت العسل تمام هون في عندنا لون يعني لا بأس فيه والله هذا سكن عندي اوه واو انا بحب هيك الجسم شيء بومباستيك ليش كذب جد بجد جد يعني احلى من مارفل المراحل انا اول مره اشوفه والله العظيم واو اخي هذول بيشبهوا الفايكنج واو ايش اسمها هاي لا يقهر ميفي ما يقهر ايش اسمها الشخصيه ميفي والله ميفي شي بومباستيك ليش كذب عجبني جدا جد عجبني جدا واو طلع شلون هي فوق المي وتحت المي واو جد خرافية هالشخصية ايش هاي السمكة بتصير حورية 25 100 في بوكس ال 52 هيك واو والله العظيم هذا السكن دي يكون بومباستيك الله العظيم سكيل بنت اسمها ميفي انت رايح كريتي بشو اسمه في شوت كان جديد نازل يلا ان شاء الله ييسر علينا بنجيب اول فوز ولا ما نجيب اول فوز يلا هاي معلم بدهم يعملوا مثل تحديث تبع الببجي المترو انه بتطلع بعد ما تجمعهم بتطلع بتبيعهم برا انا متمنى طلع الجلايدر هي ما احلاها حول طب رورو ما في حدا معي هون هيك اتوقع يعني ايش بك لك ما بينا في واحد يمينك يا الله كنت دبني هونيك واحد مدري هونيك مكان ما وينو؟ ابني هاي هنا اجت عم دبلي فتح هذا الطرف
يلا عن ابو شكلك. عليكم السلام من النوبة العراق. النوبة المعرق. اهو ده البطاقة. ابي اخو ملك لعندي عندي عندي بس مو شايف. تعدت عندك. كفا هي عندك اسمعوا لك سبلاش. ما معي. انا بس مسكتك يوقف هي يروح هي لك بس ان شاء الله بتلحق تهيل. ما معي سبلاش خد اسمه. ما بتنفع خد سبلاش. الزون قريب من عن اقول له عايش شنو عايش فوت ممكن تقدر عايش خلينا هي دم ابيض حسين اس ام جي زهر عندك يقعد فوق 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 بالبوكس واحدة بطل انا لك الهاد يا الله ميت انا مع السلامة طوي بقى هلا بطلع له الكلب ها بدنا هو وينه؟ ايش بس هي خالص معلم الاس ام جي لعبتي تا 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 خد سمع خد سمعك خد 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 رفيف هلا رفيف كسر 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 حسين كسر يلا انزلوا كم واحد ضل؟ نش كم واحد بس؟ حاطين ون شوت دمه زبالة تفقد الامور روح قرب هون جيجي والأول مرة الحمد لله هذا حسين هذا ابي جيتك والله بات شو رايكم فوزوا يا اخي انا لو فايز كان فوزت والله لو فايز انا كان فوزت المعنى طلع لنا ست موجود عم تفرج انت شماله هذا جاي لعندك حسين هاي زهر فوزنا جيم ثاني معلم لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا